اما هلا رش وصلنا لمساحه جديده من مساحات صباحنا غير، رح نضبط فيها موجه الحديث على اف ام وتحديدا على اذاعه سوريانا اف ام، لنحكي عن منجز اعلامي حصل عليه زملائنا وهو ذهبيه، وتحديدا استطاع البرنامج التحقيقي قيد الانجاز انه يستحوذ عليها ضمن مهرجان الغدير بنسخته 13. قد ايه حلو النجاح وقد ايه حلو اليوم بعد كل هذا الجهد، اليوم صبيه اعلاميه سوريه انها تاخذ الذهبيه السوريه ببرنامجها، طبعا ضمن كادر وفريق اعلامي مميز، اكيد بدل هذا الشيء على انهم كانوا ايد واحده لانجاح هذا البرنامج. صحيح. تفاصيل اكثر اكيد مع ضيفتنا لليوم وهي الاعلاميه عبير شحاده مقدمه برنامج قيد الانجاز. اهلا وسهلا والف مبروك. صباح الخير، مبروك فيكي. مبروك لنا كلنا بالاعلام الوطني. صباح الخير صبايا، وشكرا على الاخباريه السوريه على اللفته الحلوه. اهلا وسهلا استضافه كمان. اكيد بدنا نبارك لك بالذهبيه. شكرا. عن تحقيقك يلي كان ضمن او تحت عنوان البيوع العقاريه. رح نشوف او نروح نحضر لحظات من التكريم وبعدها بنرجع نبلش حديثنا معي. طلوا برنامج تحقيقي اذاعي بعنوان قيد الانجاز لاذاعه سوريانا، من سوريا فليتفضل. صار عمري استوار من سنة لهلا ماني متجوز، شو صار بحالي؟ وين بيسكن؟ ما في شيء منظم كرمال موضوع العقارات كأسعار محددة، بيدفع 200 ولا 300,000 ولا 400,000. شو مبرر ارتفاع هذا الغير مسموح؟ يعني هي الأمور كانت من قبل ميسرة، كانت في عالم تشتري تبيع، هلا صار في غلاء من وراء هالقصة. قد ايه حلو نرمين اليوم انه هيك نحن كثير اكيد فخورين اليوم بالاعلام السوري اللي مثلنا ضمن العراق بمهرجان الغدير، خلينا نحكي عن هذا الاحساس الحلو. اكيد هي اللحظه صبايا اللي شفناها هلا على شاشه الاخباريه لحظه استثنائيه فيني اقول، لانه يمكن بعد جهد وبعد مسيره عمل لما حدا بيجي وبيقول لك شكرا معنويا هي الجائزه كثير مهمه. حقيقة فرحة كانت كتير كبيرة إلي ولكل فريق العمل، لأنه نحن بالنهاية فريق واحد. نجاح إلي هو نجاح للكل، أكيد. المعد والمخرج وأنا وكل الشباب اللي كانوا موجودين. أكيد. أنت ما كنتي بالمهرجان؟ أنا ما كنت بالمهرجان. كنتي متوقعة بصراحة؟ بصراحة نحن اشتغلنا بمهنية، خليني أقول يمكن مثل ما بتتوقعي كمان بتقولي لا يمكن يكون في أحسن، بس للأمانة هذا الموضوع انشغل بطريقة كتير حرفية. البيوع العقارية هي مادة ضخمة، قانون صدر من سنة، تساؤلات كتير انطرحت، فنحن حاولنا نجاوب على كل شيء انطرح حول هذا القانون. كنا يمكن انا هيك تلقيت الخبر، حدا عم يتصل فيني عم بيقول لي عبير ربحتوا ذهبيه، فكانت فرحه ما بتتخيلي قد ايه. يمكن احنا بالاعلام الوطني مرقنا بظروف صعبه. صحيح. اليوم انك تكوني موجوده على مسرح عربي بعتقد هي شغله حلوه كثير. اكيد عبير، اليوم نجاح اي عمل ان كان اعلاميا او بمجالات الحياه هو الفريق الواحد، دائما الفريق الواحد قادر شخص واحد انه يفشل العمل. صحيح. كله وقادر اليوم انه ينجحه. خلينا نحكي عن فريق العمل، كان اخراج. صحيح. ان كان اعداد ديالا، اكيد بدنا نوجه لها تحيه كثير كبيره لديالا اكيد، وبالاعداد بالاخراج. صحيح. بالتقديم نحكي بشكل عام كيف كان عم يتم التنسيق بيناتكم وتتفقوا على هيك على طريق معين انتم ماشيين، خط معين للبرنامج؟ اول شيء البرنامج هو اقتصادي، بتابع كل القضايا اللي لها علاقه بالناس. الاكثر جدلا اليوم بموضوع الاعمار واعاده الاعمار والاقتصاد، وبنعرف انه هذا حديث الساعه وحديث الناس. البرنامج هو من اعداد زميلتي ديالا صارم، بوجه لها تحيه كبيره، عن جد جهد كثير كبير عم تعطيه بهذا البرنامج. ما فيني انسى اداره سوريانا ممثله بديرين علي، عن جد شكرا على دعمها وقوفها حدنا. مخرجه البرنامج عندنا فريق اخراج حكمه الشيخ بكري وميرفت العبد الله وشاشه سوريانا، لانه نحن اكيد عندنا بث فضائي، نسرين الخضور، خالد الصالح اللي بتابع المواد وسوشيال ميديا وجرافيك، كل هدول الاشخاص مجتمعين اضافه الي كمقدمه برنامج. عملنا اسم لقيد الانجاز،
خليني اقول لك عملنا انجاز لانه رب. كان للاسم هيك نصيب يعني بالنجاح. الحمد لله ما فيكي تعملي نجاح من دون فريق عمل، الاعلام هو فريق عمل، بحياته ما قدر مقدم برامج ينجح لحاله ولا حتى مخرج ولا معد، تكاتفنا كلنا لحتى فعلا ننجح العمل، وكنت انا كمقدمه برامج يمكن حريصه انه الجهد اللي عم يتقدم بالاعداد انا وصله وضيف عليه من روحي من خبرتي ومن الشيء اللي راكمته خلال سنوات العمل بالإعلام. شاركتي غير بحلقة واحدة ولا كان في أكثر من حلقة؟ شاركنا بحلقة حقيقة، هي الحلقة عرضت بأيار شاركنا فيها، والحمد لله هي الحلقة صبايا يمكن أخذت شوي ضجة، أنا إجاني كثير على هذا اللي بدي أقول لك يا عفوا، أنه نحن لما نشتغل المادة الإعلامية يمكن متعودين أنه على روتين عمل صحيح. نشتغل من قلبنا وبيكون في ضغط صحيح. بتصير نحن على تراكم الحلقات هو عمل روتيني صحيح. بكواليس وقت كنتوا عم تنجزوا هاي الحلقة بتتذكري كواليس؟ أول شيء كان معنا عدد ضيوف كبير، كان عندي باستوديو 2، كان عندي تليفونات 2 ضيوف مهمين بيمثلوا قطاعات الدولة وغير قطاعات الدولة، كنت يعني فيني أقول متوترة شوي لأنه كنت حريصة أنه هذا الإعداد الضخم يوصل صح. حقيقة أول مرة بطلع بحس حالي تعبانة، يعني بعد الحلقة حسيت حالي مرهقة، كم المعلومات، كيفية التواصل والتوليف مع الضيوف كانت مانا مهمة سهلة، ويمكن إجاني على الخاص يقولوا لي عبير نحن هلأ فهمنا أكثر القانون وهذا المهم، الناس الرسالة لما بتوصل أنا بيوصلني حقي، إضافة لأنه وصلت الرسالة الحمد لله اليوم أخذنا هاي الجائزة بمهرجان الغدير. قديه مدة البرنامج عبير؟ نحن تقريبا منبلش بعد موجز الأخبار الساعة 4 بعد الظهر، تقريبا يعني على 5 إلى 10 منختم، يعني بحدود 45 لل 50 دقيقة هو مدة البرنامج. أحيانا بقول يا ريت معي وقت أكثر لأنه بيكون في زخم يعني بالمعلومات حقيقة بالحلقة. والهواء حلو، الإذاعة حلوة يعني بتعطي. اليوم شو محضرتينا على الساعة 4؟ اليوم عنا موضوع كتير موضوع البرنامج. اليوم بدنا نحكي عن الطاقات البديلة والمتجددة، موضوع كتير كمان مهم، موضوع انطرح كتير وهناك دعم كتير كبير من الحكومة، نشوف وين وصلنا، موضوع القروض اللي رح تنعطى لهذا الموضوع، ومعنا أيضا ضيوف مهمين يعني بتمنى الكل يتابعنا لكل حدا مهتم. تمام، معناتها رح نروح هلا لنتابع برومو برنامج القيد الانجاز وبنرجع لنكفي حديثنا معك. سنوات من الحرب، سنوات من الحرب، تراكمات من العبء الاقتصادي، مشروعات قيد الانجاز، قيد الانجاز، قوانين ومراسيم، قوانين اقتصادنا بمرحلة الاعمار بين الواقع والامنيات. قيد الإنجاز تتابعونه يوم الاثنين 4 عصرا عبر سوريان اف ام. اكيد احنا بنتمنى تضلي محافظه على هذا الرتم بالبرنامج. اليوم قد ايه نحن بحاجه لانواع برامجيه تكون تلامس الشارع. صحيح، اليوم يمكن بظل فوضى، خليني اقول كلمه فوضى شوي، وسائل التواصل والسوشيال ميديا واحيانا المحتوى اللي ما عم بيكون بالمستوى، كثير مهم نحن باعلامنا الوطني دائما نقدم منتج صح، مضمون مهم، صوره حلوه، والاهم من لامس الوجع. هي أهم شيء. صدقيني بكل البرامج الاقتصادية والخدمية إذا ما لمستي الوجع، ما سألتي السؤال اللي عم يطرحه الإنسان العادي بالشارع، ما فيك تنجحي. قدرنا يعني شوي خليني أقول نلامس شوي الوجع، نسأل أسئلة الناس، وإن شاء الله مكملين يعني بحلقاتنا لحتى نكون عن جد دائما عند المستوى. هذا التكريم يعني حملنا شوي مسؤولية أكبر أكيد حتى نضل على نفس المستوى. بعد الجائزة عبير أكيد إدارتك اجتمعت فيكي وأنت صار عندك مخططات اليوم لتطوري برنامجك أكثر، خلينا نحكي شو محضرة لبعدين. لكي خليني أقول أنه نحن كإذاعة لما ما في صورة، الصورة كتير بمحلات كتير بتخدم. صحيح. عملنا الإذاعة يمكن يكون أصعب لأنه أنت عم بتوصلي صوتك، من خلال صوتك عم توصلي كل شيء. خليني أقول أنه الشغل عم بيكون على المحتوى، يعني مبارح كنا عم نحكي أنا والمعدة
انه صرنا فينا نهتم اكثر، صار فينا ندور ونفتش ونتعب اكثر عن موضوعات بتلامس الناس ووضع الناس والظرف الراهن، مثل ما منلامس اكيد الجرح منضوي على الايجابيات، لانه برنامجنا هو قيد انجاز، نحن عم نحكي عن سوريا ما بعد التعافي، سوريا الاعمار، فاكيد ايضا مهمتنا انه نضوي على السلبي ونضوي على الايجابي. المضمون هو المرحله القادمه ان شاء الله نهتم اكثر واكثر بمضمون البرنامج. طب عبير خلينا نحكي عن ظروف اعداد الحلقه، اكيد نحن بنعرف من ضمن العمل حين بيواجهنا صعوبات، تاخير، صحيح، اخطاء عفويه، خلينا نحكي عن هدول القصص. هلا يمكن اكثر شيء ايام بيكون اختيار الموضوع، ايام اختيار الضيوف، لانه بتعرفي احيانا بيكون في اعتذار من بعض الضيوف. تتشاركوا باختيار موضوع بينك وبين تيالا؟ احيانا اي، يعني بتذكر الحلقه الماضيه كنا عم نحكي عن السياحه، واحدة من الموضوعات اللي هيك اتناقشت فيها منيح أنا والمعدة، قلت لها نحن اليوم على موسم سياحي، خلينا نحكي سياحة، وين نحن من هالقطاع الاستراتيجي؟ فكان هذا الموضوع هو تشارك بيني وبين ديالا المعدة. أكيد منتشارك، مثل ما قلت لك يمكن العقبات بتصير أحيانا بالضيوف، اختيار الضيوف اللي لازم يجوا ويحكوا بهذا الموضوع، مثل أي شيء بالحياة، المعلومات بدك تبحثي دائما عن المعلومات، أيام بيكون موضوعك دقيق فيه أرقام وفيه قانون، فلازم تكوني دقيقة، ما لازم تخطئي كمان، يعني الناس اللي عم تسمع لازم توصلي لهم المعلومة الصح. هي يمكن أكثر التحديات الموجودة ببرنامج اقتصادي تحديدا. تمام، برنامج التحقيقات بشكل عام بيجذب الناس بطابعه اليوم التشويقي، صحيح، بالمعلومة اللي بيقدمها، وأنت ذكرتي من النقاط اللي بتركزي عليها هي إيصال المعلومة، صحيح، أو يعني تسهيل المعلومة للمواطن. موضوع اليوم الجرأة قديش بتعتمدي؟ بتحسي تحتاجي له كعامل اليوم لتجذبي الناس، ولا لا بكفي اليوم تطرحي الموضوع يلي بهم العالم وتقدر توصلي هي الفكره؟ لا يعني الى حد ما وبمكان معين مطلوب شويه جرأه، يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم كل شيء يطرح. شو جرأة؟ خلينا هيك نضحك، خلينا نقول الوجع، السؤال اللي عم ينطرح بين الناس بلا مجامله، بلا ليش انا اسمع من السوشيال ميديا عن موضوع وانا بالاعلام الوطني غير قادر على طرحه؟ لا، انا قادر على طرحه باسلوبي بطريقتي، يمكن بعيدا عن تجريح، اساءه، احيانا بتحسي السوشيال ميديا بتاخذك باتجاهات غير لائقه، نحن مهمتنا انه نسال ونجاوب بطريقة محترمة، بطريقة لائقة للجمهور، ونوصل له الشيء الصحيح. يعني أنا بعتقد لا، فينا نلامس شوي من الجرأة أكيد. طيب عبير، كثير بنسمع كلمة من الناس إنه نحن ملينا، يعني نحن بنعرف شو وجعنا، بنعرف مشاكلنا وظروفنا المعيشية، صحيح، من كل الاتجاهات اللي عم نعيشها بشكل يومي. اليوم الناس يعني بتحمل الإعلام جزء كثير كبير، صحيح، وبتفكر إنه اليوم مهمته هو طرح الحلول، صحيح، ولكن نحن بنعرف إنه هو مهمته إيصال الصوت، صحيح. بتفكري اليوم إنه أنت ضمي ضمن برنامجك إيجاد حلول لكثير من المشاكل اللي عم تطرحيها؟ أكيد، ليكي بتتمني بمحل من المحلات تتمني تكوني قادرة دائما على إيجاد حل لأي قضية اليوم موجودة عم بتعاني منها الناس. لكن أنا بقول الإعلام ولو كان مهمته أنه يطرح فقط، أنا بقول لما نحن بنحكي أول مرة وتاني مرة إلا ما يتضوى، يعني في كتير قضايا لما نحكى عنها بالإعلام حقيقة تصوبت، أكيد، يعني راحوا باتجاه إيجاد حل، هذا شيء إيجابي، ولو كنا قادرين يمكن نحقق 10% خلينا نقول من الحلول، فأنا بعتبر أنه هو رقم يعني لا بأس فيه. فأنا لا مع أنه نضل نطرح ونضل نحكي ونضل نقول، وأنا بقول لهم لضيوفي نحن يعني الطاولة مفتوحة دائما لنرجع نناقش، لأنه كل جديد نحن معنيين نرجع نسأل عنه، بالتالي ما في ملف اقتصادي يغلق بشكل كامل، لا، الملف الاقتصادي يبقى مفتوح، لأنه كل يوم نحن عم نواكب تطور مستجدات، وبتعرفي يعني 10 سنين من الحرب على سوريا أكيد غيرت كتير وطورت يعني كتير من المفاهيم وبدلت، وحتى يعني الدولة باتجاه أنه تغير كتير من قوانينها، من أسلوب العمل، من سياسات العمل، هذا طبعا لي الشيء اللي ماشي، يمكن حتى عالميا اليوم ما في شيء ثابت، كله متبدل ومتغير.
طيب خلينا نحكي عبير، كنا بالفقره السابقه عم نحكي عن اهميه التدريب الاعلامي، وانه الصحفي او الاعلامي او المذيع دائما بحاجه كل فتره لدورات تدريبيه لحتى يصقل هاي المهارات ويطورها. اليوم انت كيف تتعاملي مع هذا الموضوع؟ هلا اكيد كلنا بعدنا عم نتعلم، قد ما كان لنا سنين بالعمل بعدنا عم نتعلم، والاذاعه يمكن واحده من اهم المدارس انا بعتبر، لانه انت قبل ما تركزي على شكلك انت بتركزي على ادائك وصوتك، تستجمعي كل حواسك لتكوني قادره سواء كنتي منوعه عم بتصبحي على الناس تنقلي لهم طاقه ايجابيه وجو فرفوش وحلو مخدوم مثل حضرتكم هلا موجودين ببرنامج صباحي. لما بتكوني ببرنامج سياسي الرتم مختلف، الاقتصاد مختلف، اكيد نحن بحاجه لتدريب. وانا بقول يا ريت نحصر موضوع التدريب بالاشخاص اللي فعلا هن الاهل انهم يدربوا ويكون الموضوع منظم بشكل اكبر. أكيد حكيتي نقطة كتير مهمة. اليوم أنت قادرة، أنت ما عندك غير بصمة الصوت، أنت اليوم محملة كتير من الرسائل لازم توصل عن طريق هاي البصمة. عبير شو في لبكرة؟ دائما في شيء جديد ان شاء الله، يعني كل ما كنا قادرين هيك نستمر. حقيقه التكريم يعني والجائزه اعطتنا هيك دفع شوي لقدام. نحن بنعرف انه الظروف صعبه، ما انا سهله، التحديات كبيره، والعمل الاعلامي بهي الظروف ما له عمل سهل، لكن يمكن اللي بقينا واستمرينا مطلوب منا انه نحن نضل مستمرين بالعمل. ان شاء الله يا رب للقادم يكون احسن، دائما نقدم برامج بهوامش عاليه وبطريقه لائقه ولبقه بتحاكي الشعب السوري اللي هو شعب عظيم وجبار. وانا امبارح يمكن قلت انه انا يمكن هي الجائزه بهديه للسوريين، لانه حقيقه نحن 10 سنين حرب بعدنا قادرين نكون واقفين على مسرح لنتكرم سواء ثقافيا او فنيا او حتى اعلاميا. اللي بيشتغل ضمن الوسط الاعلامي يمكن تمرق عليه لحظات يتعب فيها، يخضع للروتين، ولكن الشغف لما يضل موجود والمهنيه اكيد رح يقدر يحصد الجوائز والذهبيه كمان. نتشكرك كثير، شكرا كثير اليوم لوجودك معنا صبايا، يعطيكم الف عافيه. مشكوره جدا للاخباريه السوريه على هالاستضافه اللطيفه، بشكر كل حدا بيشتغل اليوم بالإعلام الوطني بطريقة مهنية، لأنه عن جد نحن نستاهل التكريم، وأنا دائما منحازة للإعلام السوري. شكرا سوريانا أكيد بكل الكادر العامل.